احنا ناس متظاهرين سلميين ما شايلين غير العلم مالنا، ما عندنا كل غاية ويا اي واحد سوى الفاسدين. الفاسدين يريدهم يطلعون، لازم ما يبقون، هم المفروض يحسون على ارواحهم بهاي الوضعية مال الوضع مال المجتمع. هاي الالاف المؤلفة هاي اللي انتخبوهم ما يتجاوزون واحد على خمسة، واحد خمسة بالمية ما يتجاوزون من العدد اللي انتخبوهم. خلي شوية يستحون على نفسهم ويطلعون، وخلي ما يتحارشون بالناس. ترى البارحة من تحارشوا بأهل الحلة اليوم زادوا أهل الحلة، عددهم زاد ومعنوياتهم أقوى، ويردون هسة النوب هم يردون يتحارشون. بس احنا نحاول نقول لهم احنا سلميين ودائما نبقى سلميين ونبقى سلميين، لكن المهم انه لا يتحارشون باهل الحلة واهل العراق كلهم. ترى اللي يتحارش بيهم يندم. رجاء صيروا عقال وخلوا عقلكم براسكم، وافتهموا العراقيين، افتهموا شعبكم. ترى شعبكم كل ما تضطهدوا يزداد إصرار، ثقوا وصدقوا. أني ترى عمري 75 سنة، أني أنصحكم أن تركون البلد أشرف لكم، وإلا وضعكم وخيم ووخيم. وشكرا للشرقية. ساعة الاعتصام بالحل شهدت عنف وقمع غير مبرر من قبل قوات مكافحة الشغب. ربما كان محاولة استفزاز، يعني الحلة عرفت منذ بداية الثورة، يعني من قبل شهر أو أكثر من شهر بسلميتها، فربما تدخل بعض الأطراف يريد أن يحيد هذه السلمية إلى ما العنف إلى الضرب حتى تكون خارجة عن القانون، فحقلهم ضربهم بصورة وحشية. البارحة شهد قمع مكثف، ضرب غازات سامة، غازات حارقة، فلفل، أنواع كثيرة من القنابل التي رميت. احنا باقين، سلميتنا موجودة، يعني القمع اللي صار هم اللي سببوه مو احنا اللي كنا مبادرين به، هاي واضحة، لأن احنا شهر كامل احنا واقفين، أنا ما عندنا شيء بسلميتنا. فتحوا الجسر وخلوا المتظاهرين هناك يوقفون، بعدين جو ضربوهم، وبعدين بدأوا يتقدمون على ساعة الاعتصام حتى يضربوهم. إذن هي محاولة استفزاز وخروج الحلة من سلميتها إلى العنف. بصراحة احنا من يوم 1 اكتوبر ولحد الان مظاهراتنا سلمية وراح تبقى سلمية، لان احنا ناس اصحاب حق وجايين ناخذ حقنا وفق الدستور، فاحنا ناس سلميين. بس مع الاسف هاي الناس السلميين انضربت بالرصاص الحي وانضربت بمسيل الدموع وبالدخانيات، وباقين سلميين واحنا الى اخر نفس بالسلمية. الاعداد بازدياد، الناس صار عندها وعي انه لازم يصير تغيير. انا يعني اقتصر الطريق على رئاسة الوزراء، الشعب هذا ما يريد حلول ترقيعيه، يريد اصلاحات، يريد تغيير جذري، فعلى الحكومه انه تستجيب المطالب المتظاهرين السلميين. الان كل شعوب العالم ينظر الى شعب العراق وينظر الى شباب العراق. شباب العراق يصنعون قيامتهم الخاصه بهم. شباب العراق الآن يكتبون تاريخ العراق من جديد من خلال أساليب سلمية غير معقولة. كل شرفاء العالم مع شعب العراق ومع شباب العراق، وكل شعوب العالم مع العراقيين، لأنه يتخذون خطوات عظيمة بأساليب سلمية عز نظيرها. الآن التاريخ، شباب العراق يكتب تاريخ جديد للعراقيين، يكتب تاريخ جديد لشباب العراق ولشعب العراق. كل شعوب العالم الآن لأن تنظر باحترام إلى شعب العراق والشباب العراق، لأنه الشارع العراقي الآن يواجه مرحلة صعبة وحاسمة في تاريخ الشعب العراقي منذ أكثر من 100 عام. هذه الأيام العظيمة نسميها قيامة العراقيين. شباب العراق لا ينتظرون يوم القيامة، بل قامت قيامتهم الآن لمواجهة سلطة الفساد والتغول، سلطة القتل. 16 عام يجب أن تنتهي الآن.
من خلال إسقاط سلطة القتل للفساد. الله